كما قدمت لنا الكثير من الأسماء. تهانينا وألف مبروك، وننقل في هذه اللحظات الكلمة والصوت إلى الزميل الوليد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى. طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. نتواصل بحضراتكم مع هذه الانطلاقات المستمرة، مع هذه الإبداعات المتواصلة في هذا المساء الجميل، في هذا المساء الذي يرحب بالجميع عبر الانطلاقات المتواصلة وعبر التحديات المستمرة. شوط ينتهي وشوط يبدأ، ها نحن وإياكم في متعة وإثارة وتحدي وإبداع بانطلاقة الشوط السادس، والذي يختص بهذه الانطلاقة وفئة الإبكار الإجذاع. المسافة هي 6 كيلومترات. نسير بحضراتكم مع هذه الانطلاقات المستمرة والتحديات الجميلة في بطولة الكويت الدولية السنوية 22 ضمن هذه الانطلاقات الرائعة. نسير بحضراتكم مع هذه التحديات المتواصلة. بداية وبالمركز الأول نتابع وإياكم إبعاد على البداية لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، الذي يتواجد على البداية ويتقدم بالمركز الأول. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني، حيث الانطلاقة من قبل وذفة هي الحاضرة والقادمة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل مع المركز الثاني. المركز الثالث القدوم والحضور من قبل الصايلة لهجن الرياسة بقيادة سعيد بن مظفر بن محمد العامري، الذي يتواجد مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع الحضور من قبل براقة لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، يتواجد مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع وإياكم بروق هي الحاضرة والقادمة لهجن الشحانية، هنالك الصامل فران بن محمد بن قريع يتواجد ويتقدم مع المركز الخامس. هكذا هو النداء الأول الذي أتممناه على حضراتكم وعلى مسامعكم الكريمة لكي نتابع هذا التواجد من هؤلاء الأبطال والشعارات الحاضرة والعمالقة المتواجدين في هذه الانطلاقات. نعود وإياكم بعد ذلك إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول لكي نتابع من غيرت ومن تواجدت بالمركز الأول. هي وذفة على الصدارة لهجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل على البداية وعلى الصدارة الأولى. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني، الصائلة هي القادمة الحاضرة والمتواجدة لهجن الرياسة سعيد بن مظفر بن محمد العامري مع المركز الثاني. المركز الثالث ابعاد على المركز الثالث، تتواجد لهجن الشحانية بقيادة وحضور برنس المضمرين جار الله بن محمد بن عقيل مع المركز الثالث. ابعاد كنتم والقريبين، الامراد دايم غانمين، دايم منتصرين، دايم حاضرين بهذه النوعيات. هذا هو العنابي
الذي يتواجد، الذي يتمركز، الذي يتقدم بالنوعيات المميزة بهذه الانطلاقات الرائعة مع انطلاقة ملاذ والعابر والأسماء القوية التي حضرت في هذا المساء وقدمت عروض جميلة ولا أروع. المركز الرابع، نتابع وإياكم تقدم من قبل الحاضرة والقادمة، هي الآن شجاعة هي الحاضرة لهجن الشحانية، القادم هو المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتواجد مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس، عالية هي الحاضرة، مرحبا يا عالية، وصلت الآن لهجن الشحانية. سالم بن جابر بن فاران يتواجد الذهبي مع المركز الخامس لكي يقدم لنا انطلاقة عالية مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتواجدة، هكذا هي الشعارات الحاضرة والقادمة بكل قوة نحو المراكز المتقدمة. 6 كيلومترات هي الحكاية، هي الحكاية وهي المسافة التي سوف نشاهد فيها تحديات، انطلاقات قوية، حضور مميز، حضور قوي للغاية. العودة وإياكم إلى البداية، نعود إلى المركز الأول لكي نتابع البداية مع انطلاقة المركز الأول وهي وذفة على البداية لهجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل البرنس يتواجد، ومحمد يتقدم يقدم لنا انطلاقة وذفة بالمركز الأول. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني، بروق هي الحاضرة والصايلة لهجن الرياسة بقيادة سعيد بن مظفر بن محمد العامري. هنالك الحاضر القادم مع انطلاقة الصايلة على المركز الثاني. المركز الثالث، نتابع وإياكم وصلت ابعاد مع المركز الثالث لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الرابع، وصلت الآن، وصلت شجاعة القادمة والحاضرة لهجن الشحانية. محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس، وصلت بكل هدوء، وصلت عالية الحاضرة والمتواجدة القادمة بكل قوة نحو المراكز المتقدمة، تتقدم من المركز الخامس حتى المركز الرابع وإلى المركز الثالث حتى المركز الثاني وبطريقها إلى طريق الانتصارات مع انطلاقة هجن الشحانية. الحاضر هو الذهبي سالم بن جابر بن فاران مع المركز الثالث. نعود وإياكم إلى الصايلة على البداية، إلى الصايلة على المركز الأول، النقلة إلى المركز الثاني حيث الانطلاقة من قبل وذفة الحاضرة والقادمة المتواجدة على المركز الثاني لهجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن مجال طريق يا أخواني، طريق إلى عالية، عالية بإنجازاتها، عالية بسجلاتها، عالية بهذا الإنجاز المشرف والعصا في الأبطان. ما شاء الله، ما شاء الله، وتبارك الرحمن على هذا الحضور، على هذه الانطلاقة، على هذا التواجد. عالية 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 وإلى العلو الكبير، عالية وإلى الشموخ الكبير مع البداية الأولى، مع الصدارة. هذا هو الذهبي يقدم النوعيات المميزة ومؤسسة هجن الشحانية. العنابي يبدع، العنابي يبدع، وسلالة الغوج أم الزبار التي حضرت، التي تواجدت، قدمت لنا هذا الحضور القوي والكبير. المركز الثاني كان التواجد من قبل الصايلة لهجن الرياسة.
بقيادة سعيد بن مظفر العامري. المركز الثالث كان الحضور والتواصل من قبل شقرة لهجن الشحانية سالم بن جابر بن فران مع المركز الثالث. المركز الرابع كانت الانطلاقة من قبل وذفة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. والمركز الرابع كان الحضور والتواصل والانطلاق مع المركز الخامس، نعم حضور من قبل ابعاد لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل مع المركز الخامس. نعود وإياكم بالتهنية والتبريكات لمالك هذه المؤسسة القوية والكبيرة، من حضرت وقدمت وتواجدت بالإبداع. هذه عالية لمؤسسة هجن الشحانية والذي قد قدم لنا عالية وحضر بهذا الحضور المميز سالم بن جابر بن فران. التوقيت يا أبو سعد نتابع وإياكم، توقيت عالية الحاصلة على المركز الأول والتي حضرت بكل جدارة وقدمت مستوى رائع وكبير. 8:56، 31 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني حضرت في هذه الانطلاقة هي الصائلة لهجن الرياسة سعيد بن مظفر بن محمد العامري. 8:56، 94 جزء من الثانية. توقيت صاحبة المركز الثاني. المركز الثالث حضرت شقرة لهجن الشحانية سالم بن جابر بن فران، قدم وتواجد بانطلاقة شقرة. 8:57، 12 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك على هذا الحضور المميز والتواجد المميز والرائع. قادمي الأشواط بصوت الزميل والأخ الكبير مطلق بن علي العنزي. وافيكم لحظة لها بعد فضل الله سبحانه، لفظة لها بعد فضل الله سبحانه.